كل سنة وكل أم في مصر وفي الوطن العربي طيبة. أمي بقى بصفة خاصة، مامي ربنا يخليكي ليا، كل سنة وانتي بصحة وبخير وبسعادة ومالية الدنيا علينا يا رب. وعيد الأم بقى بكرة، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة وانت طيبة مرة تانية عشان عيدك، عيد ميلادك كمان برضو بعد عيد الأم بكام يوم، ففي هديتين. كل سنة وانت طيبة يا مامي وربنا يخليكي ليا. عيد الأم، والنهاردة بقى الحقيقة هتبقى آخر فرصة قدامنا علشان نلحق نروح نجيب هدية كده لطيفة ظريفة لعيد الأم، سواء بقى يعني لأمهاتنا، يعني جدتنا، خالتنا، حمواتنا، يعني حاجات كتير قوي، وحسب ما احنا بقى يعني الحقيقة متعودين كل سنة بنعمل ايه. يعني كل سنة وكل ست وكل أم في مصر وكل بنت هتبقى أم، وكل واحدة بنوتة كده طيبة وخير دايما. كل سنة طيبة يا نرمين، انت ما قلتليش. أنا ده أنا جمعت الشعب كله. أنا من غير أي حد لسه هجيب لك هدية بكرة. بجد؟ احنا بكرة مش هطلعين، هجيب لك برضه. بس هنتقابل بكرة. هجيب لك خلاص، شفتي دبستيها، هنتقابل بكرة، هنجيب لك هجيب لك، هضحك عليها كده يا جماعة. عايزة أقول لكم إن أصلا الهدية بتفضل قيمتها، إن كفاية إن أنت افتكرت، يعني حاجة رمزية دي، حاجة مش معنى هدية إنك تجيب هدية مش معناها كده ان انت لازم تجيب حاجة غالية بقد ايه، لا، ممكن حاجة صغيرة وحاجة رمزية كده دي بتبقى كفاية جدا. كمان لازم تكون حاجة مهمة وعملية، يعني لازم تبقى هي محتاجاها، مش مجرد تأدية واجب، يعني روح اجيب حاجة وخلاص عشان يبقى اسمي جبت، لا، لازم تبقى حاجة انت عارف ان او انت عارفة ان مامتك محتاجاها. طيب نختار الهدية المناسبة في عيد الام ازاي، ونعمل ايه، ونقدمها ازاي، ونشتري لمين الاول، ونجيب لمين حاجه زي، وهل ممكن اجيب لمامتي وخالته 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 وعمته والناس دي كلهم زي بعض، ولا لازم اجيب لمامتي حاجه والباقي حاجه تانية؟ كل ده هنعرفه النهارده مع ضيفتنا اللي منورانا، استاذه سلوى عفيفي، استشاري الاتيكيت وفن القياده. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، يوم ام سعيد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بوجه طبعا تحيه لامي العزيزه، كل سنه وهي طيبه، وبكره برده ان شاء الله المفاجاه بتاعتها، وبهدي كمان تهنئه لكل من تحمل مشاعر الامومه. طبعاً احنا معاكي، بنقول كل سنه مره تانية وكل ام طيبه، كل سنه وكل ام فعلا طيبه. مامه سلوى، مامه سمر، طبعا دي تحيه خاصه، يعني طبعا كل سنه وانت طيبه وبالف صحه وخير، والسنه الجايه بقى تفرحي ان شاء الله بسمر. يعني خلينا في عيد الام بقى والهدايا، خلينا نركز بالهدايا، حاول تتوه الموضوع باي شكل، بس جاي جاي بكره. طيب خلينا نقول ان خلاص باقي ساعات وعيد الام بكره، وكل واحد بقى بيفكر يشتري ايه، وفي ناس خلاص اوريدي اشترت، بس في ناس لسه فعلا مش عارفه تشتري ايه. يعني انا اشتريت لمامتي لكن لسه في مثلا جدتي، فخلينا نفكر شويه بره الصندوق ونفكر. الناس كلها بتجيب لبس، برفيوم، شنط، عايزين حاجه جديده. ايه الجديد ويناسب؟ يعني مثلا في الجده وفي الحمه الخيله، الحمى اللطيفه الظريفه، نجيب لها ايه؟ بصي نديها ابنها تاني، نرجع لها ابنها. هي الفكره في الهديه دايما ان هي الهديه لازم بتبقى شخصيه، يعني لازم حاجه ليها معنى. الهديه في معناها زي ما حضرتك قلتي، المعنى بالنسبه لي قد يختلف من شخص لشخص اخر يعني، فاحنا بندور دايما على ايه الانسب لكل شخص. ومش غلط برضو ان احنا نشوف الاحتياجات، يعني اكيد بيكون سمعنا او حاولنا ان احنا نعرف بطريقة او باخرى ايه اللي هي محتاجاه او ايه اللي احنا محتاجين نجيبه. في العادة الناس طبعا بتجيب حاجات للبيت او بتجيب هدايا شخصية. مؤخرا برضو ابتدينا يعني حتى في الاتيكات بنقول انه الجيفت كارد اللي هو الكارت الهدية بتجيبيه من المحل في المحلات بقيمة معينة، وبتروح هي تختار، فدي فكرة حلوة بتغني شوية عن الظرف اللي هو فيه نقود مالية يعني، أو مبلغ مالي معين، وبتبقى حلوة وشيك، وبتروح هي بتشتري اللي هي بتحب تختاره يعني بنفسها. فدي فكرة حلوة، الجيفت كارد جميلة، أنا شخصيا بحبها. لطيفة جميلة. وكتير من المحلات ابتدوا دلوقتي إن هم يعملوها، بتلاقيها بتتحط عند الكاشير كده وبتقدري تاخدي بيها أي حاجة. طيب هسأل حضرتك بقى سؤال شخصي شوية، هل صح او هو اتيكيت من فن الاتيكيت ان انا اخد مامتي زي ما انا هعمل النهارده كده وانزل انا وهي تنقي هديتها؟ ده عيب؟ يعني ده عيب ان انا اعمله وان هي تبقى موجوده وعارفه وشايفه وكده وانا هحاسب مثلا في الاخر، ولا ده انسب عشان هي تختار الحاجه الصح اللي هي عايزاها وهي محتاجاها على ذوقها؟ انتم محددين تقريبا ايه الحاجه؟
ولا هتنزلوا يعني محددين هي ملابس ولا هي حاجة البيت ولا كده وهي هتختار. والله إذا كانت هي فعلا بتفضل الاختيار ده يعني في ناس بدل ما هي تروح تاني وترجع وتغير فممكن جدا مش عيب لو العلاقة تسمح طبعا الأم وبنتها فيش المجاملات إلا لو أنت عايزة تعملي سيربرايز عايزة تعملي مفاجأة من غير بقى ما هي اكيد في ظل الظروف الاقتصاديه مش عايزين نعمل اي خلاص مش عايزين اي حاجه. وعاده بيبقى في ناس بيبقوا واثقين قوي في ذوقهم يعني مثلا انا مامتي الحمد لله يعني اي حاجه بجيبها لها فعلا بتقول لي انت اكتر واحده بتعرفي تشتري لي الحاجات المناسبه يعني لو كانت لبس او لو كانت اي مستلزمات اخرى. ممكن اجيب في عيد الام هديه للبيت؟ اه طبعا ممكن يعني ما فيش مشكله البيت. اه طبعا ما هو البيت كمان ما هو بيتها مملكتها وهي اكيد عندها احتياجات معينه. انا بتضايق قوي يعني لا انا عايز حاجه ليا انا لو حاجه هتسعدها يعني مثلا لو ام بتحب المطبخ وعندها نواقص في بعض الحاجات وخاصه انه يعني مستلزمات المطبخ والبيت عماله بتتجدد فدايما محتاجه ان هي تجدد فمش غلط. طب لو رحنا للحما بقى والام حلو ان احنا نجيب هديتين شبه بعض يعني ساي مثلا لو في واحده هتجيب لمامتها شنطه فتجيب لحماتها كمان نفس الشنطه او هما الاثنين شنطتين ولا لازم يبقى في اختلاف؟ هي الفكره في انه برضو القيمه الماليه المخصصه لهديه الام زي هديه الحما ده الاساس في الموضوع. يمكن ستايل والدتك غير ستايل حماتك مثلا يمكن الذوق يختلف فمش بالضروره ان انت تجيبي للاثنين نفس الحاجه برضو بيعتمد على الاحتياج وبيعتمد على انه القيمه ما تكونيش جايبه حاجه بمبلغ معين وبمبلغ اقل بكتير اللي هتجيبيه مثلا للحما اللي هي الام الثانيه. طيب خلينا نقول ان 21 مارس اللي هو بكره يوم الثلاث في وسط الاسبوع جاي وفي مدارس وفي امتحانات ميد تيرم يعني في وفي اشغال اصلا في ناس عندها طبعًا شغل طبعًا. فهل ان يوم يعني لازم اروح لحماتي او مامتي يوم عيد الام بالظبط ولا ممكن استنى الويك اند مثلا واروح لهم؟ بصي احنا دايما بنقول في الاتيكيت انه الاتيكيت معتمد على المرونه المرونه والتكيف وتقدير ظروف الاخرين ومشاعر الاخرين. فدايما بنقول انه ممكن جدا الظروف لا تسمح يعني بكره مثلا يوم الثلاث معظم الناس هتكون راجعه من شغلها الساعه 6 مثلا الناس اللي بتشتغل والمدارس والامتحانات زي ما حضرتك قلتي فمش غلط ابدا ان انا ممكن ابعت بوكيه ورد يبقى لطيف جدا وممكن بعد كده نعمل تجمع عائلي وليكن يوم الخميس بالليل او يوم الجمعه ونقول لها كده. وفي ناس عملت قبل كده في الاسبوع اللي فات مثلا فاحنا بنكيف الظروف على حسب يعني ظروفنا واولوياتنا فمش غلط ابدا. طيب ولو عندنا وقت بالليل نروح نعدي كده نصايه كده يعني مثلا. طب سؤال بقى للناس يعني الاطفال بيحبوا قوي يهتموا بالموضوع ده وهو ممكن او هي ما يبقاش معاهم لسه الامكانيات او المبلغ اللي يقدروا يشتروا بيه هديه وممكن برضو ناس كبار بس ظروفهم لا تسمح مثلا ان هم ينزلوا ما فيش امكانيه ان هو شراء هديه اذا كانت ماديه امكانيه ماديه او حتى ظروف يعني خاص. طيب في حاله زي دي ايه ممكن اعمله في البيت اليوم ده كابن او كابنه اساعد بيه مامتي كنوع من نوع الهدايا ان انا ما نسيتهاش عبرت لها عن مشاعري بس انا مش هقدر اجيب هديه يعني معيش فلوس او مش يروح هقدر لبابي على طول ويقول لبابي لو سمحت انا عايز فلوس. لا لو احنا نتكلم لو ما فيش ظروف مش سامحه ان يبقى في اب وما فيش حد حواليه يعمل ايه؟ هل مثلا يقوم يوضب الشقه يعمل طبخه حلوه يعمل اكله ودي تبقى كنوع من انواع الهدايا ولا ايه؟ ممكن اي نوع من انواع التعبير عن المشاعر والتعبير عن الحب والتقدير لان هو ده اليوم معمول علشان كده اساسا مش غلط ابدا ان هو اكيد عنده مشاعر، المشاعر دي ما بتتعلمش هي موجوده عنده واكيد استشعر ده ممكن في المدرسه ممكن من سمع من حد من جيرانه من قرايبه فممكن الاطفال اذكياء جدا ممكن يسالوا عندهم فضول يعملوا حاجه وبتلاقي احيانا عندهم مبادره فبتلاقي حد مثلا كتب كلام حلو عمل مفاجاه جميله حط حاجات عمل ديكوريشن او زينه معينه في البيت او بالونات او حاجه دخل ساعدها في حاجه روق اوضته مثلا اكبر هديه دي لا وزي ما انت قلتي بجد انا بيحصل كده مع ابني في المدرسه بيجي من المدرسه اليوم ده بيبقى فيه كارد كده صغير رسم ورده ومامي احلى مامي في الدنيا يعني هم بيبقوا كمان بيساعدوه علشان لو هو ما فيش حاجه
والحاجات دي انا عايزه اقول لك ان انا بفضل محتفظه بيها، يعني بتبقى حاجات جميله جدا. حاجات جميله جدا، وبعدين حلوه قوي ان احنا ننمي في الاطفال روح العطاء والتقدير والامتنان والعرفان. يعني حلو قوي ان هو يتعلم ان هو كان ممكن يعمل حسابه ويدخر جزء من مصروفه، وممكن يعني يعمل حسابه المره الجايه. المره الجايه طبعا، لان هو مسؤول. طيب هسال حضرتك سؤال تاني، كلنا اعتقد ما بقناش نعمله. انا بجيب لك هديه دلوقتي، ولا هتلاقي عليها كارت ممكن تكون مش ولا محطوطه في كيس هديه، ولا معمول لها شكل هديه ولا اي حاجه. يمكن زمان ايام المدرسه بقى كان للسيرز والمديرين اللي عندنا لا لازم نجيب الهديه، وماما نقعد نفرش بقى كده ونلف الهديه ونقعد. أيوة وكان صح، انا كنت احب ان انا ما اجيبهاش ملفوفه جاهزه، احب اجيب الهديه وانا احس الاحساس ده، اقعد في البيت والف معاها ونحط بقى وشريطات والحاجات دي، ونودي الهدايا ونحط كروت وده بتاع مين وده بتاع مين. دلوقتي الجديد ان بقى الهديه اتفضلي، يعني ممكن بشنطه المحل اللي هي منه يا ستي، بس تجيبيها وانا موافقه باي حاجه ان شاء الله. فهل موضوع ان الكارت اتلغى وما بقيناش نحافظ على الموضوع ده، ده حاجه ايه؟ يعني ده مع التطور بقى عادي ان بنكتفي بمسج؟ يعني ممكن دلوقتي بدل ما اكتب كارد كده واجيبه، اكتفي بان انا ابعت تكست مسج؟ هو ما فيش شك طبعا ان التكنولوجيا غيرت حاجات كتير، انما هاجي لجزئيه الكارت، الاتيكيت بتاع الكارت لما بتقدمي هديه شخصيه. يعني لو انا جايه لحضرتك في البيت وما فيش حد غيرنا، انا بس بقدم لك الهديه بايدي، مش مفروض ان انا احط عليها كارت خلاص، لانه انا ما فيش حد تاني، فمعروف ان الهديه دي مني. بس لو انا رايحه احتفال او حفله وانت عامله مثلا عزومه او في اكتر من هديه هتجيلك، هنا ضروري ان انا اعرف واحط، لانك هتاخدي مني الهديه وهتنسي دي من سلوى ولا دي من مين بالظبط. فدي في الحاله دي لازم احط الكارت. بس لما بنقدم الهديه شخص لشخص ما بنحطش عليها الكارت. مش يعني هي الاتيكيت بتاعها ما تحطيش كارت خلاص، انا موجوده اوريدي. هنا في بعض الناس بتحب انه تحتفظ بالاشياء دي، او بتحب تكتب كلمه معينه، وخاصه الناس اللي ما بتعرفش تعبر قوي بالكلام. فممكن هو يكتب في رساله او يكتب في مسج او في كارت. طيب هنكمل معاكي، بس ناخد مدام الهام ونرجع لك تاني. مدام الهام صباح الورد عليكي، وكل سنه وانت بالف صحه وخير وطيبه يا رب. حضرتك طيبه، اتفضلي. وبقول لي والدتك كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليها لي. واحنا كمان بنقول لها كل سنه وهي طيبه يا رب ويديها طول العمر. الله يخليكي. انا بقول لحضرتك اسال سؤال الاستاذه اللي جنبي. اتفضلي اتفضلي. انا دلوقتي جايبه هديه والدتي، مش عارفه اجيب لحماتي ايه. يعني انا نفسي مش يعني متردده اجيب لها زي والدتي، بس يذوق مامتي مش زي ذوق حماتي يعني. طيب يعني اكيد هي انت يا حضرتك عارفه ذوق حماتك؟ نعم عارفه ذوق حماتك اكيد. عارفه ذوقها. طب جيبي لها حاجه على ذوقها. بس هي يعني لما بجيبها ما بتلبسهاش، يعني لما بجيب لها حاجه ما بتلبسهاش. ما بتلبسهاش لما بتجيب لها حاجه ما بتلبسهاش، حتى لو هي ما عندهاش بنات. طب خلاص جيب لها حاجه للمطبخ بتركنها. أيوة. اجيب لها حاجه اللي هي بتركنها. مش سامعه. لما بتجيب لها حاجه للمطبخ بتركنها، حاجه للبس برده ما بتلبسهاش. يبقى طب هل ده مقصود يعني؟ يعني يا الهام ده حاجه عن قصد ولا هي غصب عنها؟ احنا جايين نهدي النفوس بس. لا هي ايه النوع اللي هي ما بتحبش تلبس، النوع ما بتحبش تعمل، مثلا لو عندي جبت لها اطباق او جبت لها كوبايات او جبت لها. طب هقول لك في اساسيات هتلاقيها يعني طرحه، هتقول لك لا اخليهم مثلا لبنتك. يعني بنتي عندها لسه 10 سنين بنتي. لا طب انا هقول لك حاجه، جيب لها مثلا حاجه فضه، عشان الذهب طبعا غالي جدا دلوقتي، فجيبي لها حاجه فضه. لا مش ذهب، لا ما قلتيش طبعا جيبي لها ذهب، بقول لك جيبي لها حاجه فضه لان الذهب غالي. لا مالهاش يد برضه. احنا استاذه سلوى هي اكتر حد ممكن يرد على حضرتك في الموضوع ده. هل هي لاحظت ان هي فعلا حماتها ما بتستخدمش الحاجات اللي هي بتجيبها لها؟ هي لاحظت. هو من الاتيكيت طبعا ان انا لازم اعبر عن تقديري لان جبتي لي هديه، وان اني البسها واني ابقى فرحانه بيها حتى لو انا عندي كل حاجه. فدايما الواحد بيفرح بالهديه حتى لو هو يعني عنده. ممكن تجيب لها حاجه يعني حاجه تورتايه مثلا، ممكن بقى في الحاله دي ممكن تعزمها، ممكن تجيب لها حاجه مثلا. لا على فكره برضه ما بتاكلش. ايه قولي. انا لما بعزم ولا حاجه يقول لي ايه لما اجي بعزمهم في البيت ولا حاجه في الاكل ولا حاجه، انا اكلي ان انا بحب اجدد، فيقولوا لي ايه احنا هنجيب معانا الفوار عشان بطننا لو قامت علينا.
طيب بصي يا الهام، واضح ان في محبه فظيعه، واضح ان بتحبك قوي 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 قوي، بتموت فيكي دي، عارفه اللي هي روحي روحي روحي. واضح. بقول لك ايه، ما تجيبلهاش حاجه اصلا. بقول لك اكتفي ممكن لا برضو عشان جوزك، يعني خلينا نقول برضو ان مهما كان برضو لازم يبقى في تقدير حتى لجوزك نفسه. فابعق يعني هاتلها بوكيه ورد صغير كده حلو جميل، وعندي فكره ووديه لها تورتايه ووديها لها. سمر سمر هم اساسا في منطقه شعبيه، فمش أيوة الورد أيوة بالنسبه لهم. طب اقول لك على حاجه، احسن حاجه ان انت تجيبي تورتايه او طبق حلويات وتروحي كل سنه او 2 كيلو موز على 2 كيلو استفندي وروحي بس كده. يعني طب نعمل لها ايه؟ طيب او اقول لك على حاجه بقى، ايوه ليه ما بتقوليش لجوزك ان انت بتجيبي له هديه وانت نفسك بتبدأي، فهو يروح يلفت نظر مامته يقول لها يعني يا ماما من فضلك. لا لا يا الهام ما تعمليش كده. ليه؟ لا هقول لك حاجه احسن، ما تجيبي لهنا ولا تجيبي لهنا. الراجل عايز يوفر في الناحيتين. طب عندي فكره، عندي يعني هون عندي سؤال بس، سؤال سريع يا الهام. هو لو انت جبتي الهديه واديتيها لجوزك يديها لها، هتلبسها ولا ايه؟ لا ما هو نفس الموقف برضه. لا هي واضح محتاجه يا استاذه الهام. اللي هم الصعايده دول اللي يعني عادي بقى. لا يعني احنا المفروض نحترم كل الثقافات طبعا. الفكره في انه طيب الهام تابعينا واسمعي رد بقى سلوى عليكي. صباحك زي الورد وكل سنه وانت طيبه. الهام محتاجه بس تحسن العلاقات شويه، لان واضح ان الموضوع ما هوش هديه فقط، هو في جاب ما بينهم، في فجوه. فهي حتى بتقول الناس كذا صعيده او كذا، لا الصعيده احسن ناس يعني. فالفكره في انه لا احنا بنحترم كل الثقافات يعني، وهي اكيد قبل ما تتجوز كانت عارفه ان هم صعيده. فيعني الفكره في انه خاطبوا الناس على قدر عقولهم، مش معنى كده ان هم اخاطبهم بطريقه اقل، لا يعني بالشيء اللي هم فعلا. لا اظن هم ما عندهمش اهتمامات يعني أنا بالكمال دي كماليات يعتبر يعني. احنا مثلا يقول لك ايه فهمة. اهل البندر انتوا بتهتموا بالكماليات يعني. بس هي محتاجه شويه تحسن العلاقات. ممكن تكون تحسن علاقتها مع زوجها، لانه الام بتتاثر بمدى سعاده زوجها، بتشوف طبعا وبالتالي بتحط اللوم دايما على الزوجة. يعني هي خلاص يا الهام روحي انت تطبخي لها بكره، اعملي لها طبخه انت اللي تطبخي، روحي لها وروقي لها. لا بتقول لك بياخدوا فوار لما الهام بتطبخ. خلاص ما تروحيلهاش اصلا. يعني تكلميها في التليفون وبعتي لها مسج، هات لها تورتايه وروحي حاجه جاهزه عشان انت ما تبقيش انت اللي عاملاها كمان. خلينا كمان ناخد الحاجه رضا. صباح الورد عليكي وكل سنه وحضرتك طيبه. صباح الخير على ثلاث وردات حبيبتي. صباح النور. صباح الفل. صباح الخير على امهاتكم، وربنا يخلي كل اللي ليها ماما ربنا يخليها. ربنا يخليك يا حاجة رضا وكل سنه وحضرتك طيب. ربنا يهديها لها يا رب. يا رب ان شاء الله. امين. يا رب. وانا يعني عايزه اقول لكل ام وكل حما، مش شرط الهديه اللي تجيني، كفايه كلمه كل سنه وانت طيبه. صح صح. لو ورده يعني انا مرتبني عماله يا ماما اجيب لك ايه، اقول لها كفايه ان انت شايله هم تجيبي لي ايه، دي الدنيا بحالها. ده والله العظيم احلى جمله واحلى حاجه كده على الصبح، وهي دي المحبه. يعني احنا عايزين يا جماعه، ايوه يا حبيبتي، احيانا كتير جدا ممكن حد يجيب لك هديه او انت تجيبي له هديه، هو اصلا ولا بيحبك ولا جايبها بحب، هو جايبها تقضيه واجب. فيكفي ان هو احساسه من جواه نفسه ان هو كلمة. صح كفايه. طيب. ان هي فكرت وشالت همي اجيب ايه اعمل ايه، دي كفايه عندي بالدنيا، وان هم يبقوا مبسوطين وحواليا كده، واقول ربنا يخليهم لي. يا رب دايما يخليهم لك، وكل سنه وحضرتك دايما بخير وصحه ويسر. وربنا يا رب يخليهم لي ويحميك ويا رب يا رب طيبين وحضرتك صحه وخير يا رب وصباحك زي الورد. كلمة بقى أخيرة علشان يعني دي متهيألي المكالمة دي كانت مكالمة إيجابية وحلوة جدا جدا اللي احنا نقفل بيها جداً. بس كلمة بقى تانية منك يا سامي. فاحنا عايزين نقول إنه يوم الأم دوت هو يوم ما هو إلا للتذكير، لأن احنا طبعا مشاغل الحياة واخدانا، ومش كل الناس يمكن بتعبر عن مشاعرها وعن تقديرها. ولو بنقول إنه حب الأم وعطاء الأم غير مشروط، ولو اني مش مع النقطة دي، بس يعني هو كل حد مستني حتى ولو الشكر والمحبة من الآخرين يعني. أكيد طبعا الأم بتدي بعطاء متناهي طبعا. ولا محدود، إنما برضو في النهاية مستنية كلمة شكر، مستنية تقدير، مستنية إنه اللي تعبت فيه وهي صغيرة اللي مش ممكن إحنا نتحمله
احنا دلوقتي لو حد كبر شويه او حاجه بنتذمر وبنبقى مش قادرين، انما هم كانوا بيتحملوا حاجات واحنا صغيرين مفيش شك ان هي لا تقدر باي حاجه هنقدر نعوضهم. فربنا يخلي الامهات وربنا يعوض الناس اللي فقدت امهاتها كمان، يعني بنكن لهم كل مشاعر التقدير برضو، ودي فرصه ان هم يدعوا لهم كمان بالمغفره والجنه ان شاء الله، واكيد ربنا عوضهم بحاجات تانية ان كان لهم إن اولاد او ان هم ليهم حموات او ليهم طبعًا. يعني خلينا ننشر طاقه حب وسلام. وخليني اقول للسيدات اوعوا دعوه الحما، عشان دعوه الحما ايه؟ عمى. لا ان شاء الله كل الحمواتنا يدعوا لنا كمان ان شاء الله، زي ما امهاتنا بيدعوا لنا ان شاء الله. استاذه سلوى عفيفي استشاري اتيكيت وفن القياده، نورتينا وشرفتينا. صباح الورد عليكي. صباح الورد. صباح الورد عليكي، وكل سنه وانت بألف صحه وخير يا رب. صباح الورد وانتوا كل سنه وانتوا طيبين كلكم جميعا. طيب مشاهدينا لسه مكملين معاكم، وبقى هنروح فاصل ونرجع بعد الفاصل لاخر اخر فقره معانا في البرنامج، وهي فقره الاحلام مع اسماء بدوي، لكن بعد الفاصل.